أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بالعراق وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة وللشعب العراقي ولأسر الشهداء. وأكدت مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.